للأسف كل يوم بنصحى على مجازر وحشية جديدة، كل يوم بنصحى على قصف ومشاهد لا تمت للإنسانية ولا لحقوق الإنسان بأي صلة. امبارح للأسف شفنا مستشفى الشفا تم قصفها، ومستشفى الشفا هي بتعتبر من أكبر المستشفيات الموجودة في قطاع غزة، والحقيقة بتضم العديد من الفلسطينيين. مش بس دي كانت الأزمة، ولا مش بس ده كان المشاهد الوحشية، المشاهد الوحشية استمرت لحد ما سيارة إسعاف خرجت من المستشفى ناقلة للمصابين وللشهداء رايحة معبر رفح. تم قصف هذه السيارة، والحقيقة إنه أغلب اللي كانوا موجودين سواء في المستشفى أو في سيارة الإسعاف كانوا من الأطفال والنساء كالعادة. يعني كل الأخبار وكل الأرقام عدد الضحايا بتتحدث عن الأطفال والنساء. فإحنا محتاجين أكيد نتكلم عن التطورات اللي بتحصل في قطاع غزة والتصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي. بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا على الهاتف اللواء دكتور أسامة الجمال، زميل كلية الدفاع الوطني. سيادة اللواء بنرحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني لليوم 28 على التوالي والتصعيد الإسرائيلي مستمر بقطاع غزة، كيف ترى الأوضاع حاليا في القطاع؟ طبعا زي ما حضرتك قدمت، المناظر الوحشية دي مش المقصود بها بس القتل وتعجيز المستشفيات والقطاع الصحي في قطاع غزة، هو المقصود من كل المجازر دي الوحشية تصدير هذه الصورة عن طريق قناة الجزيرة للمشاهد العربي والمشاهد المصري على وجه الخصوص، لكي تحدث حالة من حالات التعاطف مع الشعب الغزاوي الفلسطيني اللي عايش في غزة، فيبدأ الضغط على القيادة السياسية بمحاولة قبول وضع يعني فرض الأمر الواقع، وإن مصر تتنازل عن موقفها بأن هي رافضة تستقبل مواطني غزة علشان يتهجروا في عملية تهجير سكان قطاع غزة اللي عددهم النهاردة 2.3 مليون إلى سيناء. لازم المشاهد الكريم يعرف تماما أن الهدف من كل العملية طوفان الأقصى هو تهجير أهل غزة، وإن كان البادئ فيها والأشعل الشرارة هي حماس، لكن إحنا طبعا لو تابعنا مسير الأحداث في غزة وعلاقة إسرائيل بحماس في غزة هنلاقي دايما انه صواريخ حماس هي دايما المشعل لفتيل الصراع ما بين غزة والشعب الفلسطيني الحقيقي هو الضحية في الاخر. للأسف هو الضحية، لانه انا دايما فصيل يختلف عن المواطن اللي عايش في غزة الغلبان اللي عايز يأكل عيش، زي احنا هنا في مصر يعني صبحنا في يوم من الايام لقينا فصيل عايش في وسطينا وجيراننا وأهالينا اسمه جماعة الإخوان المسلمين، لقينا أن هذا الفصيل عنده استعداد يحرق مصر باللي فيها وما تفرقش معاه حاجة على فكرة. فلازم المشاهد يعرف أن حماس وأخواتها هم إخوان فلسطين، وأن لو أهل غزة كلهم ماتوا ما تفرقش حاجة كتير مع حماس، لكن حماس عايزة هذه الحالة علشان يحصل تهجير لأهل غزة في سيناء فيرجعوا تاني الى سيناء، وده مشروعهم مع يعني مش عايز اقول اللي حماس متفقه مع اسرائيل على اقامه مشروع ولايه سيناء الاسلاميه اللي نوتها دخول حماس واخواتها من الفصائل اللي بيسموا نفسهم الجهاديه او اللي بيسموا نفسهم الاسلاميه في غزه ينتقلوا الى سيناء، ثم بعد كده عن طريق يعني اللي اختلق داعش كلنا عارفينه، امريكا قالت احنا اللي عملنا داعش، فداعش بقى واخواتها كمان ييجوا عندنا في سيناء ويعملوا ما يسمى بولايه سيناء الارهابيه او ولايه سيناء الاسلاميه على مسمياتهم، ويبدا بقى من هنا حرب جديده على مصر لتدمير مصر واعطاء ذريعه بعد كده للمجتمع الدولي ان هو يعتبر مصر بؤره ارهاب عن طريق وجود هذه العناصر. ده مخططات يا فندم موجوده ولازم الناس توعى، والمنظر اللي على الأرض اللي هو القتل والبشاعة المنظر ده مقصود منه أن الناس في الآخر تتعاطف وتضغط على قيادتها السياسية، فنبدأ نقول لا والله دول يعني ما عليش احنا عندنا 9 مليون مواطن من الدول العربية اللي فيها أزمات وفيها صراعات وفيها حروب أهلية،
مستضيفينهم على دماغنا، مش هنخسر حاجة لما يبقوا 11 من الحبايب. ولكن هذا الكلام طبعا رد عليه الرئيس سيسي في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية يوم 12 أكتوبر الماضي في الكلية الحربية، لما قال إنه 9 مليون ضيف اللي هو طبعا لا يقبل إن هم يسميهم لاجئين على مصر، منهم السوداني يوم ما الدنيا تتعدل في السودان هيرجع يلاقي بلده السودان، السوري يوم ما يحاول يرجع هيلاقي بلده سوريا مستنياه، لكن الفلسطيني لو تهجر قسرا بمثل هذه الأحداث اللي احنا بنشوفها هيرجع بعد كده مش هيلاقي بلد اسمها السودان، آسف فلسطين، لأن في بمنتهى البساطة هتكون القضية الفلسطينية اتفرغت من مضمونها، لأن القضية مضمونها عنصرين الأرض والشعب. الأرض هتكون خدتها إسرائيل خلاص وحطت رجليها عليها زي بقية الأراضي اللي اتخذت في 48 أو في 67، والشعب اللي كان موجود في غزة 2.3 حصلوا بقية الشعب الفلسطيني اللي هو بيعتبر من سنة 48 في إعداد اللاجئين في الدول العربية وما حولها. سيادة اللواء برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا. صباح النور. عاوزين نتكلم عن التخطيط الإسرائيلي للعملية البرية، هل هو بيتم زي ما إسرائيل عايزة ولا فشل؟ يا فندم لو إسرائيل عايزة يعني تقتل حماس، إسرائيل مش هتفرق معها تقتل أي حد. لو عايزة تقتل أدوات القتل موجودة، في أسلحة محرمة، في غازات، في كيماوي، لو هي الغرض هو قتل الناس هناك أو القضاء على حماس كانت هتقدر تقضي. لكن حضرتك تلاحظي انه دايما الضرب في قطاع غزة بيبقى في الشمال. ليه في الشمال؟ القطاع الشمالي اللي اسرائيل النهاردة دخلته بري بيحتوي على 1.1 مليون مواطن من اهالينا في فلسطين، سكان غزة. 1.1 دول اسرائيل عايزة توجد حالة من حالات استحالة وانعدام سبل الحياة، سواء بالمعيشة، اكل وشرب وصرف صحي وعلاج، ان هم يتكدسوا في الجنوب وتبقى حاله انسانيه تستدر التعاطف من كل شعوب الارض وخاصه الشعب المصري، فيبدا عمليه تهجير هؤلاء الناس عندنا. لازم دايما ما ننساش ابدا ان الغرض من هذه العمليه هي مصر، والغرض هو سيناء، وليس ان هو صراع واتقلب فجاه. احنا طبعا الكلام ده يعني زي ما بقاله سنين طويلة، هو الفترة دي اشتد جدا السيناريو. لان الهدف فعلا مصر يا فندم، نفس السيناريو، كم صاروخ يطلعوا من غزة اضرب حالة تعاطف. طيب هل حصل قبل كده؟ 2008 حصل ان اهل غزة اقتحموا الحدود تحت وطأة القصف الاسرائيلي بحجة ان احنا مش لاقيين مكان نستخبى فيه من الضرب وبشاعة الهجوم، فبنلجأ لإخواننا في مصر. لكن اللي حصل وشفناه بعنينا، الناس دول لما دخلوا قتلوا من ولادنا ضباطنا وعساكرنا اللي موجودين على الحدود، ورفعوا الأعلام ورايات الأعلام الفلسطينية ورايات حماس وأخواتها على مدن سيناء والشيخ زويد ورفح والعريش، ولقينا بعد كده محاولة من أمريكا وإسرائيل إن هم في الوقت ده 2008 كان الرئيس مبارك الله يرحمه اللي موجود، ولقينا بعدها على طول أمريكا وإسرائيل بيعرضوا فكرة صفقة تبادل الأراضي وترانسفير، يعني ترانسفير إن هم يهجروا أهل غزة، وإنه الأرض اللي هياخدها سكان قطاع غزة في سيناء تقدر ب 720 كيلو متر مربع، إحنا ممكن نديهم لمصر تعويضا من صحراء النقب، يعني ندخل الحدود المصرية الإسرائيلية في صحراء النقب نفس المساحة، مع شوية إغراءات مادية، مع إغراء تاني وهو إن إحنا نعمل نفق بري من تحت إسرائيل يوصل للأردن علشان يبقى فيه تواصل للتجارة وللسياحة وللانتقال ما بين شطري الأمة العربية، الشطر العربي في أفريقيا والشطر العربي في آسيا. كل ده إحنا لازم نقرأ التاريخ كويس ونعرف ده مشروع معمول من 2005 اسمه مشروع غيورة آيلاند، وكانت أول خطوة فيه هو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عشان يفرغوه من الاحتلال، فيصبح مكان فارغ لالتقاط وتجميع كل العناصر الفدائية الجهادية اللي في فلسطين، ثم نقفل عليهم قطاع غزة ونحوله لسجن كبير عن طريق جدار العازل،
ونبدأ نضغط على هذا السجن علشان نهجر من فيه. الكلام ده ابتدى من 2006، يعني النهاردة بقالنا 17 سنة في هذا السيناريو، مرورا طبعا بمحاولة تغيير النظام في مصر. يعني النهاردة الأمريكان كانوا بيساعدوا الإخوان عشان يوصلوا للسلطة في مصر لتنفيذ هذه الصفقة، وبالفعل الإخوان أثناء توليهم قيادة مصر في السنة من 30/6/2012 ل 30/6/2013 بالفعل لقينا قيادات حماس بتدخل بعربيات الرئاسة من معبر رفح لقصر الاتحادية، وجدنا 13,000 من حماس وأخواتها بياخدوا بطايق رقم قومي عشان يتحولوا إلى مواطنين مصريين ويسكنوا أرض سيناء ويوزعوا نفسهم على الأرض علشان يبقوا ظهير عسكري للإخوان إذا حصل والجيش المصري في سيناء وفي مصر حاول يعمل انقلاب عليهم. وبالفعل يوم 3/7 لما الرئيس السيسي عدل محمد مرسي والإخوان من حكم مصر، تفجر في نفس التو واللحظة الإرهاب عن طريق حماس وأخواتها في سيناء. ووجدنا ولقينا وسمعنا وشفنا الدكتور محمد البلتاجي على منصة رابعة وهو بيشاور ويقول إن الذي يحدث في سيناء الآن من تفجير وإرهاب يتوقف في التو واللحظة لو رجع عبد الفتاح السيسي عن الانقلاب ورجع مرسي للسلطة. إذا نفهم كلنا إن الإخوان هم من يبدأوا ويوقفوا، يعني هو اللي بيقول للإرهاب اضرب، وإذا حبينا نقول له توقف يبقى خلاص اتوقف. فهم الموضوع للناس كلها ان محرك الارهاب في اللحظه دي هم حماس واخواتها اللي في الوقت ده متضامنين وتابعين، لا هم ولا اخوان مصر بيعترفوا بحدود الوطن. مرشد الاخوان في يوم من الايام قال طز في مصر واللي في مصر، والمرشد اللي قبليه قال ما الوطن الا حفنه من التراب العفن، الناس دول لا يعترفوا بالاوطان، وطنهم هو دوله المرشد. وقال اذا حكمني اخواني من ماليزيا افضل عندي من ان يحكمني واحد مش اخواني. ايوه، لان دايما سياده اللواء بيكون ولائهم للاخوان وليس ولائهم للوطن. يعني يكفي واحد منهم قال اللهم امتني على الاخوان، يعني ما هو دين هم اخترعوه مع نفسهم ومؤمنين بيه، هو حر، دي عقيدته هو حر فيها. لكن ارض مصر اللي اتروت بدماء الاف الشهداء الرئيس اعلنها صريحه امام العالم كله، ما عندناش استعداد ابدا لا نبدل ولا حد مش مصري يسكن هذه الأراضي، وخاصة لو كان على حساب تفريغ قضية العرب وقضية كلام حضرتك مهم جدا. ويعني حضرتك قلت جملة مهمة جدا وهي لازم نقرأ التاريخ كويس. سيادة اللواء الدكتور أسامة الجمال زميل كلية الدفاع الوطني، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة.